فهذا السؤال بيقول لي قطر الدائرة S يساوي 30 وحدة، وقطر الدائرة R يساوي 20 وحدة، وطول DS يساوي 9 وحدات. أوجد طول RC. فهنا القطع RC هذه هي. طيب وإيش المعطى؟ قال لي أن قطر الدائرة S يساوي 30 وحدة. يعني لو جبنا على الدائرة هذه القطعة من هنا إلى هنا طولها 30 وحدة. وبرضو يعني أنه نصف القطر يساوي 15. وقال لي برضو أنه قطر الدائرة R يساوي 20 وحدة، يعني نصف قطرها حيساوي 10. يعني هذه القطعة اللي هي نصف القطر تساوي 10. وإحنا في السؤال السابق حسبنا طول CD طلعت بستة. خلاص الموضوع صار مسلمة جمع القطع المستقيمة. يعني نقول طول القطعة RD اللي هو نصف القطر يساوي طول RC القطعة الصغيرة دي زائد طول القطعة CD اللي هي هذه القطعة. نعوض طول RD بعشرة وطول RC مجهول، طول CD بستة. نطرح ستة من الطرفين يصير عندي طول RC يساوي 4، وهذا هو المطلوب.